بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات مدرسة قرطاج الصف السابع المادة الرياضيات الوحدة السادسة. متابعة شرح درس محيط الدائرة وحل أسئلته المعلمة إيمان القريشي، الحصة الثانية. طلاب انتبهوا معي على المثال الثالث. حكي لنا ركض عمر حول مضمار دائري شكل قطره 28 متر. يرميزي يحكي لي ركض عمر حول مضمار. إذا أحكي لكم شغلة بحصة الرياضة، ممكن الأستاذ يحكي لكم اركض حول الملعب. ركضت أول مرة، ركضت حول الملعب، بحكي لك يلا عيد مرة ثانية، اركض لي كمان دور حول الملعب، يعني هي لفة ثانية حول الملعب، أو 3 لفات حول الملعب، أو 4 لفات، يعني في ركض. فأنا إذا لفيت مرة واحدة، درت مرة واحدة، بحكي لفة واحدة، مرة ثانية هي الدورة الثانية، الدورة الثالثة، حسب ما بكون بده يخليكم تدوروا حوالين الملعب. هون المضمار عندنا مش مستطيل زي الساحة في المدرسة عندنا هون، لا، المضمار عندنا هون شكله دائري ومعطينا قطره، معطينا قطره، وأنا بدي ألف حول مضمار، بدي ألف حول الدائرة هاي. فإذا بداية رح أوجد أنا المحيط، فبجي بحكي هون إنه محيط الدائرة يساوي 2 مضروب في نص القطر ضرب باي. باي بهذا السؤال بدي اعطيكم اياها 22/7، بس لاحظوا انه هون معطينا القطر، انا عشان بدي احل لازم نص القطر، فاذا نصف القطر فراح اقسم 28/2، اذا نص القطر بهذا السؤال 14. هلا نجي نعوض على القاعده اللي احنا حكينا، اللي هي 2 ضرب 14 ضرب 22/7. نختصر بين 7 وبين 14، فيها 1، 14/7 فيها 2، نضرب اللي ضل، 2 × 2 = 4، 4 × 22 88 طبعا متر. إذا اللفة الأولى حول الملعب، مضمار الملعب، أنت لفيت حول الملعب هون أو المضمار الموجود هون، يعني 88 متر. بس هو بحكي لك أنت ركضت حول المضمار هذا مش مرة واحدة ولا مرتين، بقول لك كانت المسافة ما أنت ركضت 440 متر. بدي أنا أعرف إنك أنت كم دورة لفيت حول الملعب، المضمار يعني قصدي اللي هون. فإذا شو رح نعمل عشان أطلع أنا كم مرة لفيت حول الملعب؟ يعني لو بدي أجي أحكي 88 + 88 + 88، فعلى طول بدنا نطلع إنه عدد الدورات أو اللفات اللي لفيتهم حول الملعب وأنت بتركض. رح ناخد العدد 440 وأقسمه على 88 عشان أعرف 440 كم بيطلع. 5 دورات، يعني انت لفيت حول المضمار وانت بتركض 5 دورات. طيب السؤال الاخير معنا هون، عندنا دائرة محيطها 44 سنتيمتر، جد طول نصف قطرها. طلاب باي بهذا السؤال، دائما اي مسألة فيها دائرة بعطيك باي اما 22/7 او 3 و14%. بهاي المسألة بما انه بحكي لي دائرة ومحيطها، فاذا قانون محيط الدائرة، محيط الدائرة يساوي 2 مضروبة بنص القطر مضروبة بباي، يعني 2 ضرب نص القطر انا ما بعرفه ضرب باي. بس هو بالمسألة معطينا المحيط، محيط تحت كلمة المحيط يساوي 44. طلاب بس هلا رح اعوض شوي، 2 ضرب نص القطر ضرب 22/7، وهون يساوي 44. رح نضرب البسط مع البسط، صارت 44/7 مضروبة بنص القطر يساوي 44. كيف بدي احل المسألة هاي؟ يا بتحلها عن طريق معادلة، يا بتحلها ضرب تبادلي، أو إنه الأفضل إنها تحلها بهاي الطريقة. رح أحط إشارة اللي رح أعمله على اليمين، رح أعمله على اليسار، رح أحط هنا ضرب وأحط هنا ضرب. هلأ هون عندي 44/7، شو مقلوبها؟ 7، يعني بحط 7 بالبسط على المقلوب اللي إلها 44. حطيت هون في هاي جهة 7/44، اللي عملته على اليسار هون لازم أعمله على اليمين، فرح أكتب هون دبرته 7/44. هلأ هدول راحوا مع بعض، فيهم 1، يعني ضل بهاي جهة بس عندي نص القطر، اللي هو طالب إنه نوجد، طالب السؤال إنه نوجد نص القطر. هلأ انتبهوا معي هون،
هلا ال 44 هاي بتروح مع ال 44 هون، اذا بيطلع معي نص القطر يساوي 7، اذا نون قاف بهذا السؤال تساوي 7 سم.